مجمع جديد ومكان جديد وأسئلة جديدة، ولكن هدايانا مثل ما هي. وسؤالكم يقول: ما هو الشيء الذي يكون أسرع من الطير وأنعم من الحرير؟ فكر معانا. لا الرعد، لا أكيد لا، البرق، الرعد. إيش في شيء أنعم من الحرير؟ أنت عارف الحرير، أنا شو عارفني بالحرير؟ ما أعرف صراحة، ما زبطة معي أقربها. ما نبي حد يأس معانا، نبيك بعد كلام. ما في شيء أنعم. لا الكلام حزات يكون قاسي. صحيح. يعني هم شيء الهواء. لا قول معي أسرع من الطير. أيوة أنعم من الحرير. ما سمعت فيه قبل هيك أبداً. صدق؟ ضوء. لا بس حلو الضوء، تفكير حلو. قلت لي الهواء، قلت لي الضوء، بعد استمر غيرها فكروا. القمر والشمس. أسرع من الطير وأنعم من الحرير. حاجة بتطير في الجو يعني؟ لا لا يعني حاجة حرير يعني تقصد؟ لغز يعني الكلام، يمكن ما له شغل بالإجابة. نعم نعم. يعتبر ريش النعام؟ لا مش غزال، غراب؟ لا غزال لا لا, لا غراب. غراب طير. أسرع من الطير وأنعم من الحرير. من الحرير. العين؟ آه حلو حلو، قربنا، قربتي وايد. الرمش، الجفن. أيوه أيوه. هالإجابة اللي ندور عليها، الجفن. ونقول لك ألف مبروك، إجابة صحيحة. القاري يا جماعة، ربحتي معنا جائزة من دماس المجوهرات، وجائزة من الجزيرة العطور، وجائزة من شوبان الحلويات والتمر، وأيضا جائزة من هومز آر أس، وجائزة من فندق ذا تشيزدي. نقول لك ألف مبروك، تستاهلين. وسؤالكم يقول: ما معنى الانبجار؟ فكر معانا. ما هو الانبجار؟ قبل مرحلة الانفجار. شلون يعني؟ يعني اللي هو العملية المبدئية قبل ما بيحصل انفجار يعني. أعطني شيء ثاني. يعني هو عملية كيميائية مثلا يعني؟ أو هي مادة كيميائية بتساعد في الانفجار؟ لا هي عكس الانفجار. البطء قبل الانفجار. لا. ما معنى الانفجار؟ هو عكس الانفجار. ما معنى؟ الهدوء. الهدوء. لا. السكون. لا. أنا يوم قلت لكم عكس الانفجار شكلكم ضعتوا. عكس الانفجار عكسها بالكلام، ممكن تناسب كيس الكلمة. لا لا لا. ما معنى الانفجار؟ انفجار شيء مثل الانفجار يعني. عكس. بس داخلي. مثل خسوف يعني، شيء داخلي بينفجر من جوا من الداخل. نبي شرح. يعني بدل ما يطلع لبرا. أيوة. ينفجر لجوا. أيوة. خسوف داخلي. سامعة بالمعلومة؟ أي سامعة، بمرة بالغواصة صار فيها انفجار. هل متابعين الأخبار؟ سالفة الغواصة العام اللي انفجرت على داخل، اللي كانت بزيارة لتايتانيك. وإجابتك صحيحة، ألف مبروك، تستاهلين. ربحتي معنا جائزة من دماس للمجوهرات، وأيضا جائزة من جزيرة العطور، من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من مركز ماربل الطبي، وأيضا جائزة من هومز آر أس، وجائزة من الميرة المواد الاستهلاكية. ألف مبروك، تستاهلين. سؤالكم يقول: إذا نصر الرأي بطلة، أبي منكم كلمة واحدة وفكروا معانا. إذا نصر الرأي بطلة. إذا نصر بطلة الحق. لا بعد فكري. بطلة الجواب. بطلة الحقيقة. الفكر. لا الرأي. لا لا زين، حول الحقيقة لا بعيد. إذا نصر الرأي بطلة. إذا نصر الرأي. أيوة. بطل الفراغ. بطل الحق. لا إذا نصر الرأي. يقول لكم المثل: إذا نصر الرأي بطل شيء غير الحق. ولا قريب من الحق. الظلم. العكس. الظلم. العكس. لا لا العدل. يعني أنا حاول أسهل، أنت تبعدون.
إذا نصر الرأي بطيل العقل، بطيل بطيل النفس، شيء من هذا القبيل، صح؟ إذا نصر الرأي بطل الهوى. مر عليكم المثل. أيوة. إذا نصر الرأي بطل ألف مبروك، إجابة صحيحة، تستاهلون. ربحتوا معانا جائزة من دماس المجوهرات، وجائزة من الجزيرة العطور، وأيضا جائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من هوم زارس، وجائزة من دتشيدي. ونقول لكم ألف مبروك، تستاهلون. سؤالكم يقول: كم تبلغ سرعة دوران الأرض حول الشمس؟ فكر معانا. سرعة دوران الأرض حول الشمس كيلومتر بالساعة، تمشي طيارة 150 300 كيلومتر بالساعة، 700 كيلومتر، سيارة توصل 700 كيلومتر بالساعة، هاي طيارة 1300 كيلومتر بالساعة، هاي طيارة حربية، 1750 23000 كيلومتر، أكثر بعد 25000 أكثر، 28000 كيلومتر بالساعة، دبلهم 45000 بعد أكثر، 55000 كيلومتر بالساعة أكثر، 65000 دوران الأرض حول الشمس. ليش تغير السؤال؟ قلت صح من البداية. دوران الأرض حول الشمس 300 أسرع. أسرع. 1000 أكثر بعد 3000 فوق 50000 55000 57 58 59 سرعة دوران الأرض حول الشمس. أيوة، معلومة عامة يا جماعة، لا تعطوني 1000، أعطوني أرقام كبيرة. الأرض سريعة سريعة، هي بالمليون، بالمليون بس. أوه، أنت رحت وايد بعيد. 50000 أكثر. 70 50 60 65. ليش ما تعطيني رقم؟ أنت حقي والله. هي تحاول عادي، رقم فوق 100. 69 لا 120. أشكركم. كم سرعة دوران الأرض حول الشمس؟ أبيها بالكيلومتر بالساعة. 120000 قالوها، بس حلو حلو، رحت فوق 100. أهم شيء إنك رحت فوق 100. ما أدري، هو بين 100 و 120. 107 بين 100 و 120. كم قلت؟ 107. إيش بين 100 و 120؟ إيه 107. لا 100 و... لا 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 تغير، لا تغير، لا تغير، لا تغير، 107 قلت. يابا بالضبط، ويبي يغير بعد. لا لا، نقول لك ألف مبروك، تستاهل الجوائز يا جماعة. ربحت معنا جائزة من دماس المجوهرات، وجائزة من الجزيرة العطور، وأيضا جائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من هوم زارس، ومن مركز ماربل الطبي، وأيضا جائزة من الميرا المواد الاستهلاكية. ألف مبروك، تستاهل. لا تنسون، احنا في العشر الأواخر، فأول شيء نبارك حق اللي ربح، واللي ما ربح نقول له حظ أوفر، وترى ها لحقوا، وأشوفكم على خير.